الدكتور أيمن حمزة المستشار الإعلامي لوزير الكهرباء، أهلا بحضرتك، وعاوزك عايز أناقشك رغم ضيق الوقت على الخبرات المصرية الكبيرة اللي استحوذت على مشروعات داخل القارة الأفريقية، مشروعات في الكهرباء والطاقة في 22 دولة أفريقية. احنا امبارح كنا بنتكلم على الصادرات لأفريقيا، جزء من الصادرات يا اخوانا ايضا الخبرات. دكتور ايمن حمزة تحياتي وتعليق حضرتك على هذا الخبر. تحياتي لك وتحياتي يعني للنقطة المهمة ديت، وديت يعني طبعا ديت مش جديدة على الخبرات المصرية، ويمكن اهتمام الدولة المصرية بتشجيع التصنيع المحلي والخبرات المصرية والشركات المصرية انها تخش في مجالات يعني كتير. يمكن لما بنبص بنشوف الثلاث محطات العملاقة واللي تم تنفيذها بمعرفة الشركة الألمانية المشهورة سيمينز والشركاء المحليين اللي معاها، قد كده بدأت يعني يبقى في طلبات ليهم ويعني شغل ليهم كويس جدا في سواء إقليميا أو عربيا. كمان في نفس الوقت الشركات اللي بتعمل في العدادات، الشركات اللي بتعمل في دي كلها خبرات تنقص بعض الدول الأفريقية. نعم طبعا يعني بالطبع يعني الدول الأفريقية بتنظر إلى مصر كأنها هي فعلا الأخت الكبرى، ويمكن معظم الدول معظم الخبرات الأجنبية أستاذ محمد بتبص لمصر إن هي دي بوابة أفريقيا. من خلال إن أول حاجة المشاريع اللي بتعملها في مصر بتبقى لما بتنجح وبالتالي بتستدعي اهتمام الدول الأفريقية والعربية. تاني حاجة الخبرات اللي بيتم نقلها للخبرات المصرية، وقد كده المصنع المصري والخبرات المصرية بتقدر ان هي تضيف ليها للخبرات المصرية بعد مهم جدا، وفي نفس الوقت هي أفريقية وبالتالي بتقدر ان هي تترجم الكلام ده كله. طب الشركات المصرية دي شركات حكومية ولا شركات قطاع خاص؟ على كل الجوانب. يمكن احنا يعني الدوله المصريه بتشجع بدرجه كبيره جدا القطاع الخاص، واللي هن ديت الاساس في فتح فرص العمل والمجالات الاقتصاديه المهمه في الدول المحيطه، بالاضافه الى يعني عندنا شركات طبعا يعني عامه ووزارات مهمه زي الانتاج الحربي زي حاجات كتير جدا. صحيح. وشركات القطاع الخاص طبعا بقى ليها باع كبير جدا. عايز اقول لحضرتك يعني في دول افريقيه كتيره جدا في سدود هناك بقت مهتميه جدا بان هم يتم انشائها بمعرفه الشركات المصريه. ايضا المحطات الشمسيه بقى لينا خبرات كبيره جدا فيها انشائها وتشغيلها، بالإضافة لجزء مهم جدا وبنقوم بيه احنا بيه كمان وهو تدريب الكوادر الأفريقية، وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنهتم بيها جدا لأن احنا يعني دولة أفريقية وعربية وفي نفس الوقت. صحيح دكتور أيمن حمزة، مهمة جدا جدا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أيمن حمزة المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لحضراتكم.